أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما ثم وإذا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا صدق الله.